هارد لك لنادي الساحل ومبروك لفريقنا. قدمنا شوط اول سيء، يعني هذا اسوء شوط يمكن قدمناه بالموسم. في اسباب كثيره، يمكن شوي الاستهتار او الاستهانه، الخصم عنده نقص بعدد لاعب من اللاعبين مهمين، وهذا دائما احنا العامل بالنسبه لنا كفريق كرامه اللي هو اكثر عامل ممكن يكون علينا عامل خطر. انك تلعب امام فريق عنده نقص وعنده مشاكل وعنده يمكن مشاكل فنيه باداره الفريق كمدرب، ما عندي فكره عن موضوع المدرب، لكن احنا هذا الشيء الساحل رغم ذلك قدم شوط اول ممتاز، قدر يتقدم علينا من ضربه جزاء. الشوط الثاني اكيد اللاعبين شعروا بالمسؤوليه انه هذا مو هذا مستواهم، وبعرف ان اللاعبين عندهم افضل من هذا الشيء قدموا الشوط الاول. اكيد يعني الفضل للاعبين الشوط الثاني انه قدروا يعني يتجاوزوا المشاكل اللي قدموها بالشوط الاول، وقدروا يلعبوا بلياقه بدنيه عاليه. يعني احنا اليوم الصيام ما هو السبب الرئيسي فقط بانه انحدار الفريق بالشوط الاول، لعبت الشوط الثاني انت بعد استنزاف 45 دقيقه بشكل افضل من الشوط الاول، فهذا بدل انه لا رغبه اللاعبين الشوط الثاني كانوا لتعديل النتيجه ومسمى التقدم. اكيد كانت المباراه بالدقائق الاخيره كانت ممكن تسجل اهداف اكثر، كان في بعض التسرع، لكن بالنهايه حققنا الفوز وهو الاهم. اكيد احنا اليوم هذا الفوز بيعطينا دافع لحتى نفكر بمراكز متقدمه ان شاء الله. المباراه القادمه صعبه، الوسبة تشرين الحريه اكيد مباراه صعبه، كان ديربي مع الوسبة وحتى مع نادي تشرين اللي مطالب كمان يكون على يعني بوصافه الترتيب العام على الاقل. طبعا بيحكي حد اعلى انه هو اليوم بنحسب الدوري، فبعتقد انه احنا اليوم قدمنا مباراه جيده. الشوط الثاني شوط اول مثل ما قلت لك كنا سيئين، ولكن كرة قدم تعترف ان انت بالنهاية فزت بنقاط المباراة. الحمد لله يعني هاركز لنادي الساحل ان شاء الله بيعوضوا. الحمد لله يعني هذا توفيق من عند الله، يعني علينا ننزل على الملعب نأدي نسجل، الله وفقنا كرمنا نساعد زملائنا، الحمد لله نطمح للأفضل للترتيب الأفضل، ونادي الكرامة دائما بالمراكز المقدمة طموحه يعني وطموحنا ككادر كنادي وكلاعبين كلياتنا ان شاء الله.